اليوم عندنا شرح جديد وموقع جديد، موقع استثماري آخر، ولكن هذه المرة موقع استثماري بطريقة حديثة نوعا ما ومبتكرة، طريقة تقاسم الأرباح. كل ما عليك في هذا الموقع إيداع المال، ومن ثم شراء مثلا 10 كيلو هاش أو 20 كيلو هاش، ومن ثم مداورتها بالموقع، ثم بدء النظام يعمل، ومن ثم الكسب. طريقة التسجيل بالموقع، نضغط على هذا الخيار. طبعا كالعادة التسجيل أصبح روتيني، الأخوة المتابعين يعني يدرون بهذا الخصوص. هنا طبعا البريد الإلكتروني، طبعا ما مترجم عند الموقع، يضغط على أداة الترجمة ثم يترجم الموقع، لأن الموقع باللغة الروسية. اسمك فايل خان، اليوزر نيم، هنا كلمة السر، هنا طبعا هذا الخيار كلمة السر، تكرار كلمة السر، هذا هاي الخانة نكتب هاي الأرقام اللي أمامكم، ومن ثم موافق، ومن ثم إرسال. طبعا ندخل للحساب للموقع من الداخل، مثل ما جاي تلاحظون فتح الموقع أمامكم. طبعا الموقع بسيط ومفهوم وما بي أي صعوبة. طبعا مثل ما جاي تلاحظون هذا المبلغ اللي جمعته أمامكم، كل 10 دقائق تضغط على هذا هاي الخانة، ومن ثم تجمع المبلغ. طبعا تزداد هذا المبلغ، طبعا يزداد سرعته عندما تكثر تشتري كيلو هاش. يعني مثلا أساني فقط عندي اللي هو أنطاني الموقع 10 كيلو هاش استخدمتها فقط، يعني ما أودعت بالموقع، ولكن إن شاء الله راح أودع أمامكم وأراوكم طريقة الإيداع والسحب. طبعا هنا هاي الإعدادات، هذا الخيار طبعا خيار الإعدادات. طبعا هنا طبعا ايميلك موجود ومسبقا، هنا رقم المحفظة الخاصة بك، هنا طبعا المحفظة اذا عندك بنك بيرفكت ماني توضع المحفظة الخاصة بك بهذا الخانة، اليندكس ماني اذا عندك محفظة الكيو اي دبليو اي ايضا بهذا الخانة. طبعا هنا هذا الخيار، طبعا هنا خانة الحساب أو طريقة العمل بهاي المكان. طبعا هنا شرحنا تضغط على هذا الخيار تجمع كل 10 دقائق، ومن ثم يتحول إلى الرصيد بالخانة الموجودة الأعلى. طبعا هذا الصفر يعني 1 روبل، هذا الصفر طبعا فاصلة خالي لك، وهاي الأرقام الصفر إذا كان عندك 1 يعني هنا 1 روبل. طبعا هذا الخيار شراء الحالات، يتيح لك أيضا أنه تشتري أحالات، وإذا كان الأحالات فعالين بس طبعا أنت وحظك راح تستفاد من عندهم. طبعا يبيع لك 300 أحالة $5، هنا 5 أحالة، عفوا 300 روبل، عفوا 5 أحالات ب300 روبل. طبعا هنا 20 أحالة ب1000 روبل، 50 أحالة ب2000 روبل. طبعا هنا مساوقات ما أعرف يعني ما تخصنا. هنا الوديعة، إذا كنت تحب تودع بالموقع، طبعا هو ينطيك هدية 10 كيلو هاش، لكن تنتظر مدة تقدر تسحب 1 روبل. طبعا هسه راح اعبي امامكم مثلا
10 روبل او هي 11، صارت 11 روبل من خلال البنك الباير. ثم نضغط على هذا الخيار، راح ياخذنا طبعا الى بنك الباير. طبعا هنا نأكد العملية ايضا، طبعا موقع استثماري جميل ورائع، وطبعا النسبة تقريبا للأموال يعني إذا تخلي مبلغ 10 دولار، يعني هي نسبة كنسبة يعطيك تقريبا 3% أو 2.5% باليوم من المبلغ الإجمالي، يعني خلال شهر أنت تسترد رأس مالك. طبعا فقط اوقف طبعا اعتقد انه السبب هو النت ضعيف، عفوا اوقف عملية الايداع وارجع لكم. طبعا عدنا لكم اخوان، وحاليا ننتظر عملية التأكيد، ومن ثم نضغط على خيار التأكيد لنؤكد عملية الدفع. طبعا تمت عملية الدفع بنجاح. نذهب للحساب، طبعا راح اراويكم طريقة كيف ازداد السرعة. طبعا هنا السرعة بطيئة جدا، طبعا ازداد عندي المبلغ 11 روبل، راح نشتري 10 كيلو هاش اضافية من هذا الخيار. نضغط على هذا الخيار لشراء 10 كيلو هاش. طبعا احتساب الواحد كيلو هاش وليس 10، الواحد كيلو هاش ب10 روبل. طبعا هو هنا مطيني اقل الواحد كيلو هاش، طبعا راح اشتري 1 كيلو هاش. طبعا ينطيني عدة خيارات من خلال باير او من خلال بنوك اخرى او من نفس الحساب. طبعا انا يعني أودعت داخل الحساب فإنه من نفس الحساب أكد العملية. مثل ما جاي تلاحظون حاليا يعني بقى عندي فقط 1 روبل داخل الموقع. مثل ما جاي تلاحظون يعني شوفوا بدأت الأرقام تتسارع اكثر واكثر، لانه طبعا هنا أنا تغير عندي هنا أنا بالساعة، الدخل بالساعة 0.011 روبل. هنا أنا طبعا الدخل لكل يوم طبعا 0.264 روبل، يعني تقريبا انه ينطيك 2.5% باليوم. اخوان لحد الان ماكو شيء طبعا
طريقة السحب من الموقع. طبعا يتيح لك عدة خيارات، تقدر تسحب على البيرفكت ماني وعلى الباير وعلى كيو اي دبليو اي وعلى ياندكس ماني. نضغط على خيار الباير لكون انا عندي الباير. طبعا اقل مبلغ هو 0.10 روبل تقدر تسحبه. طبعا هنا أنا تدخل المحفظة الخاصة بيك، ومن ثم تضغط على هذا الخيار. طبعا مثل ما جاي تلاحظون اخوان، طبعا هاي العملية امامكم. طبعا هاي العملية تم الاستلام، طبعا 0.10 انا رسلت 10 وصلا 9. نوع العملية طبعا هاي مثل ما جاي تلاحظون امامكم. يعني السحب فوري من الموقع اخوان لحد الان. وهنا طبعا هذا الخيار. طبعا لحد الان ينتهي الشرح وهذا الموقع امامكم. ما بيفت صعوبة، هنا كل 10 دقائق تقدر تجمع ومن ثم تزيد الرصيد الاساسي ومن ثم تسحب من الموقع. ولا تنسون دعمكم للقناة إذا كان الشرح مفيد لكم، وإن شاء الله نلتقي بشرح جديد وحلقة جديدة. أخوكم فراس الحمدان من العراق، تحياتي لكم وشكرا على متابعتي.